ديالنا كيجي على هذا الشكل، هذا راقي وهشيش. الا بغيتي تعرفوا المقادير تبع معنا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد على قناتي ياسما. نتمنى نلقاكم بخير. غادي نقدم لكم فيه الصابلي بطريقه اللي هي سهله ومبسطه. غنحتاجوا ليه، فانا من قبل درت لكم الصابلي كحل، دابا غادي نديروه بالفاني. غادي نحتاجوا ليه 4 ديال الزبده، تكون في درجه حراره في المطبخ. بالنسبه للناس اللي تعطلوا باش ما خرجوش، انا خرجتها معطله ودرتها، درت لها واحد القضيه باش داب. شوفوا كي ولات، فهي ولات دايبه على الشكل هذا. فانا خديتها درتها في واحد الكيس بلاستيكي وحطيتها في واحد الطاسه فيها الماء سخون، ملي ما سخوش بزاف دافي. فانا ملي حطيتها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق دابت ليا تماما. شوفوا كي ولات، بس سهل عليا شويه الخدمه. غادي نحتاج 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت بالعبار ديال كاس ديال العنبه، كاس ديال السكر زنيده، وجوج صاشي ديال الفاني. انا بغيت ندير جوج صاشي ديال الفاني باش تجيني النكهه ديال الفاني مجهده شويه. اللي بغى يكتفي بواحد يقدر يكتفي بواحد. فاول حاجه غنخدموا الزبده هي والسكر، غنضيف على داك كاس ديال السكر وغادي نخدمها مزيان حتى تذوب لينا، تيولوا لينا على شكل ديال البوماط. انا كما قلت لكم الزبده خاصها تكون دايبه واحد شويه باش تسهل عليكم الخدمه. ما كنتوش ذوبتوها اولا ما بغيتوش الطريقه اللي قلت لكم، يمكن لكم انكم تحكوها بحكه كالغليظه، تحكوها كامله وديك الساعه تخدموا بها. انا غادي نخدم السكر سنيده حتى يدخل السكر في الزبده، وعاد ديك الساعه نبدا نضيف في الزيت. هاد الصابلي هذا كيجي ساهل في الخدمه حتى المذاق ديالو زوين. هذا غادي ندخل الزبده مزيان، دابا غادي نبدا نضيف الزيت بشويه بشويه. كنضيف الزيت وانا تنخدم. فضروري الزبده خاصها تكون تخدم مزيان باش ما تعذبكمش في الدقيق، حيت الا بقات مكوره في الدقيق غادي تبقى كتبان ليكم، غتجي شي بلاصه فيها الزبده وشي بلاصه ما فيهاش. انا غادي نزيد الزيت بالشكل هذا، نضيف الزيت كامل، نبدا نخدم دابا مزيان الزبدة، حيت داكشي اللي لاصق باش نخدمها. كما كتشوفو ملي كتكون الزبدة دايبة فكتسهل علينا بعدا شوية الخدمة، شي بحال ملي كتكون قاصحة. صافي دابا غنبدا نحك فيها هكا باش نتأكد بلي الزبدة كلها دابت. غادي نضيف ليهم دابا صاشي ديال الفاني، وانا كنحك شتو الزبدة كيولات فهي كتسهل الخدمة. بالنسبة لهاد الصابلي راه كيجي بنين بنين بزاف. وزيد الصاشية التانية ما كيعجبني. بالنسبه اللي ما عندوش سكافاني يمكن انه يدير قشور ديال الحامض ولا قشور ديال الليمون، اي نسمة اللي هو بغى، ولا يقدر يدير النسمة ديال دوك النكهات الصناعيه، فريز ولا فاني، ولا كاين النكهه ديال الليمون، كاين النكهات اللي كثارين. انا كيعجبني غير الفاني، كندير غير صاشي ديال الفاني. صافي دابا غادي نضيف ليه البيض. شوفوا الزبده كي ولات بهذا الشكل هذا، عاد غنبدا نضيف في البيض. كما قلت لكم انا عندي 3 ديال البيضات،
وغادي ندمجو دابا العناصر كاملين. بعد ما ضفت هذوك 3 ديال البيضات غندمجوهم، نبدا ندخل في البيض بشويه بشويه حتى يندمج. هاد الصاب لي هضر مفيهش مكونات بزاف وكيخرج كمية اللي هي كتيرة بالشكل والنوع اللي بغيتو نتوما. فأنا غندير معاكم شكل نتوما اللي عندو شي طابع، عندو الطابع بحال ديالي يخدم بحال ديالي، ما عندوش يخدم بالشكل اللي بغا. دابا بعد ما دمجتهم غادي نبدا دابا نزيد في الفرن الدقيق ديال الحلويات. ضروري خاصو يكون الدقيق ديال الحلويات، فانا ما غاديش نعطيكم العبار ديال الدقيق حيت كل واحد والدقيق ديالو، كاين اللي عنده الدقيق كيشرب كاين اللي عنده الدقيق ما كيشربش. غادي ندير فورس بشويه بشويه بهذا الشكل هذا حتى تجمع ليا العجينه. نجمع العجينة هكا نزيدو بشوية بشوية حتى تجمع. أنا خدمت بالتفصيل هذا شوية صغير، من الأحسن أنكم تخدمو فشي حاجة لي تكون واسعة باش تسهل عليكم الخدمة شوية بالشكل هذا. ونبقى واخا تكون هكا جارية نبقاو نخدموها باش نتأكدو بلا الزبدة دارت. أنا واخا جارية كنبقى ندخل هداك سميتو نتأكد شي مكتبانش الزبدة كاع. نزيد دابا غير الدقيق، الريحة هاذي ديال الفاني تتشهي، الفاني كيجي فيه زوين زوين بزاف. اللي كتعجبو شي نكهة اخرى يقدر يضيفها. انا مزال غادي نزيد الدقيق مازال ليا العجينة جارية، هو كيخرج كمية اللي هي كتيرة. صافي غادي ندمجو هاد العناصر كاملة هاد الشكل هذا حتى تجمع لينا عجينة مزيان. هي كتجي عجينه اللي هي كبيره وتقدروا تخدموا بها الشكل اللي بغيتوا. فكما قلت لكم انا راه خدمت سبق لي وخدمت معاكم صابلي بالشكلاط، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف حتى هو كيجي بنين بنين بزاف، كيجي بحال اوريو ماشي بحال اوريو احسن منه ومصايب غير في الدار هي احسن حاجه. صافي هاي العجينه دابا بدات تتجمع، انا غنكمل الجميع ديالها ونعاود نطلق معاكم. بعد ما جمعت العجينه على هذا الشكل هذا كتولي هكا فما كنقصعوهاش بزاف وما تنخليوهاش رطبه بزاف. غادي نقسمها على 3 ديال الكرات بالشكل هذا، وغنجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي نلويها ونديرها في الثلاجه. الاحسن انكم تخدموها في الصباح وحتى العشيه عاد تخدموا الحلوه ديالكم باش يلا تقصح شويه وتسهل عليكم الخدمه. البلاستيك غندير فيه العجينة بالشكل هذا ونحطها في الثلاجة ترتاح. نكمل الكرات الاخرين
فضروري خصكم تدخلوها الثلاجه اللي كان زربان بها هو يخدم بها، يقدروا يجيروا في المجمد ما ينساهاش، غير شويه تتقساح ويخدم بها. فانا قسمتها على ثلاثه الكرات باش كل كره نخدمها بوحديتها باش ما نخرجهاش تذوب ليا شويه الزبده. شحال ما قسحت هذيك الزبده شحال ما تسهل عليكم الخدمه. هانتوما قسموها على الكميه اللي غتخدموها دقه واحده باش ما تبقاش مخرجينها على برا وتقسح لكم العجينه وعاد بالتالي تصعب عليكم الخدمه. صافي على الشكل هذا انا ندخلهم الثلاجه حتى تقسح لي الزبده واحد شويه، وعاد ديك الساعه نكملوا التتمه ديال الوصفه. العجينه ديالي من بعد ما ارتحت في الثلاجه انا عاد دابا غادي نبدا نخدمها. خليتها انا ارتحت ليله كامله فما كنتش زربانه بها، فكما قلت لكم تقدروا تخليوها غير ساعه واحده ولا ساعتين، فانا ما كنتش زربانه بها خليتها ليله كامله. غنجيب واحد الكيس بلاستيكي جوج اسياس بلاستيكيه غنحطهم على هذا الشكل هذا وندير فوق منه ونبدا نخدم كنسرح. فانا ما غاديش نسرحها بالدقيق، غادي نسرحها باش ما تقصحش ليا العجينه بالشكل هذا. قسمت الكيس البلاستيكي ديالي على هذا الشكل هذا، خليت غير ريقه وحده وغادي نكمل التسريح ديال العجينه. فانا حيت غندير طبقه فوق طبقه غادي ندير العجينه اللي هي دقيقه شويه. نتوما الا كنتو بغيتو ديروها طبقه وحده يمكن لكم انكم ديروا واحد شويه غليظ على حسب الناس شنو كيبغيو الشكل هذا. شوف العجينه كي ولات صافي. انا غادي نخدم بهذا الطابع هذا على هذه الجهه ولا هذه الجهه. فبالنسبه لهذا الطابع هذا خصكم تردوا منه الطوابع كاملين اللي كيكونوا فيهم هذا الشكل هكا وهذا الشكل هكا، فهما راه كيجيو مقلوبين. انا جربتهم البارح وجاوني كلهم مقلوبين ما تلاصقوش ليا. غادي ندير هذه الطبقه على هذا الشكل هذا، انا غادي نوريكم بحال دابا هذه وحده اللي هي مثقوبه من الوسط، فغادي ناخذها وغنحيدها بشويه باش هاد ليا تنقطع. غادي نعاود معكم وحده اخرى نلفطو مزيان حيت هذا اللي كيكون مثقوب من الوسط كيكون واحد شويه صعيب في الخدمه بالشكل هذا. غنحيد ليها الثقيبه من هكا وغنحطو في الطاوله على هاد الشكل هذا. غادي نجي عاوتاني نقلب على الجهه الاخرى وغادي نخدمو هكا غادي يجيني مقلوب. الا بدل نلصق وحده على وحده غادي تجيني مقلوبه. شنو غادي ندير؟ غناخذ هذه العجينه هذه فالوجه ديالها هو هذا، انا غادي نقلبها على هذا الوجه هذا هكا باش يلا نحط وحده فوق وحده على هذا الشكل هذا. شفتوا هايا غادي نحط هذه لتحت وهذه فوق منها غادي نكمل. فانتوما يمكن لكم تخدموا باي شكل بغيتوا، انا غير شرحت لكم هذا الشكل هذا اللي كيكون هكا فيهم تقيبه من الوسط خاصكم ضروري وحده منهم تقلبوها. فانا خدمت بهم البارح وما جاونيش، جربت شويه ديال العجينه باش نشوف الشكل كيفاش يخرج ليا وما جانيش. صافي نقطع هكا كما قلت لكم العجينه الثانيه نقلبوها هاد الشكل هذا. نكملو معاكم ندير وحده مثقوبه وحده عاديه الشكل هذا. نحاول انني العجينه حيدها غير بشويه حيت ما كنسرحهاش بالدقيق، فهي صابلي كيجيني هشيش وبنين حسن ما تسرحوها بالعجينه بالدقيق. نحطو بشويه نحاول انني نخسر ولا شي حاجه نقادو. والشكل الثاني اللي هو عادي على هذا الشكل هذا غادي نقلب على هذا الشكل هذا. شفتو غادي نكمل طبعا هذه الحلوه الشكل هذا. غادي نحيد القلب الوسطاني بالشكل هذا
لا تشكل هذا. صافي انا كملت الطبعه ديال الحلوه ديالي ونفتح مع باب الاخر. مثلا الكميه ديالي انا ندخل الفران، انا الفران سخنته على درجه 180، ولكن ملي غادي ندخل الصابلي ديالي الفران غادي نقص عليه حتى 150 او 100 درجه باش يتقرمل ويطيب على خاطر خاطر. انا غادي ندخل الفران وعاد ديك الساعه نكمل الزواق ديالو. بالنسبه للزواق ديالو فانا غادي ندير ليه شويه ديال الكاوكاو من هذا الجنب. انا خديت الكاوكاو على هذا الشكل هذا درته في الفران تقرمل ليا كان شاعل شاعل. صافي انا غادي نفسخو دابا وعاد ديك الساعه نطحنو نديرو حبيبات رقاقين هرمشو. بالنسبة للكاوكاو ديالنا كيما وريتيكم ملي كنكرملو الفران دغيا دغيا تيتسخ من القشرة ديالو. أنا غندير ليه غير على هاد الشكل هذا دغيا، وحتى التحمر ديالو كيجي حسن من ديال المقلة، فكيتحمر التحمر ديالو في لون موحد. ماعرفتش واش تيبان ليكم ولا لا، شفتو متيتحرقش من شي جهة ديالنا. أنا غادي نحطو على هاد الشكل هذا وغادي ديك الساعه نفض ديك الغبره اللي فيه ونقرم المهرمش. بالنسبه لهاد الكوكو انا ما غاديش نستعملو كامل، غادي نستعملو غير واحد الشويه منه، وداك الشيء الاخر غادي نستعملو في وصفات اخرى. بعد ما حيدت القشره ديالي للكاوكاو على الشكل هذا فانايا خديته غنوريكم كيفاش كنهرمشو بلا ماكينه بلا والو. فانا غناخذو نديرو في كيس بلاستيكي على هذا الشكل هذا وغادي نسرحو غنسرحو على هذا الشكل هذا وغادي ناخذ المدلك ونبقى ندير ليه هكا. فهو كيتهرمش وما كيعطينيش بزاف ديال الغبره. انا عندي الهاشوار باش نخدم وما بغيتش نخدم بها باش نوريكم الطريقه اللي هي سهله وبلا ماكينه بلا والو. فانا نبقى غادي مع هذا الشيء هذا كما تشوف هو كيتهرمش. غادي نعاد شويه بشويه وحنا كنهرمشو فيه. فمن الاحسن انكم تهرشوه في الفران حيت كيجي مقرمل مزيان. وتيجي حتى اللون ديالو موحد. شكل هذا. فدابا انايا هرمشتو كامل غادي نعاود نخوي هكا ونعاود من الفوق على الشكل هذا. وغادي نجيب واحد الغربال وواحد البسيط وغادي نغربل هذيك الغبره اللي ديال الكوكب اللي تكونت ليا بالشكل هذا. ونحيد الحبات اللي كانوا غلط بالشكل هذا، نعزلهم كاملين
فهو ساهل وما يحتاجش لكم بزاف ديال الوقت. شفتوا كي جا هاد الحبات اللي غلط باش نعاود نخدمهم، نردهم الكيس بلاستيكي نزيد نفض ونشوف الحبات اللي بقاو ليا غلط غنحيدهم بالشكل هذا باش نعاودهم. هو ما تياخذش الوقت بزاف، وحتى الا درتوه في ماكينه ماشي هاشوار ماكينه عاديه فهو كيجيكم ما تيجيش على هذا الشكل هذا، تيجي زوين تيجي رقيق بزاف. صافي غنحطو بها التبصيل ونوريكم كيفاش كيجي. شفتوا انا سبق لي وقديته كميه اللي كثيره ما تقولش كل مره شفتوا كيجينا على هذا الشكل. دابا غادي نبداو نذوقو في الصابلي ديالنا. الصابلي ديالي كيجي على هذا الشكل من بعد ما خرجتو من الفران. انا غادي نبدا التسواق ديالو، فانا بديت واحد جوج حبات على هذا الشكل هذا. انا نوريكم كيفاش غنديرو اليوم. غناخد الطبقه الاولى ندير شويه ديال الكونفيتور ديال المشمش نحطها هنا، وغادي ناخد الطبقه الثانيه غادي ندير شويه ديال الكونفيتور هنا بالشكل هذا، وغادي نخلصو الكاوكاو اللي صايبت معاكم حتى يعمر كامل الكوكب. فبالنسبه للناس يقدروا يديروا اللوز، يقدروا يديروا اي حاجه اللي بغاو. بقاتها بالشكل هذا انا نلصقها فوق هذه، وعاد هاد الساعه نضيف الكونفيتير. فانا جربت انني نخدم دقه وحده ولكن الكوكب كله كيعمر ليا البلاصه هذه. بالشكل هذا غنعاود معكم وحده اخرى ونخليوها حتى تجمد بهذا الشكل هذا. ناخذ وحده اخرى ناخد الطبقة اللي فوق منها يكون في شوية من الجهة وخطصها في الكوكب. شكل هذا كنعمرو الجنب كامل. يمكن لكم الزواق اللي بغيتو نتوما ديروه، ماشي بالشرط انكم ديروه. فهادي فكرة نتوما تقدرو تخدمو بيها ولا تبدلوها. ونعمر هاد الفتحة هادي بكونفيتير على هاد الشكل هذا. نوريكم واحد اخرى تحت شوية ديال الكونفيتير، نجيب الطبقة الفوقانية بشكل هذا، دخلنا كوكو إيفيل كوكو مرمش. ضروري الكوكو انكم تغربلوه باش ما يجيكمش هذاك التفرتيز ديالو فيه، خصو يكون غير هكا مهرمش. نحطو على هذا الشكل ونزيد شويه ديال الكونفيتور. فانا غادي نكمل الزواق ديال الصابلي ديالي على هذا الشكل هذا، ونتلاقاو باش نوريكم التفصيل ديال الصابلي كيفاش كيجي.
سالي الزواق ديال الصابلي ديالي فهو كيجي على هذا الشكل، هذا راقي وفي نفس الوقت بنين وهشيش. كنتمنى ان الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش بالتعليق والدعم ديالكم للقناه الى عجبكم الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.